كذلك كنحييكم على كافة الأنشطة والندوات اللي اشتغلنا صلة الرحيم، كنبداو نزورو بعضياتنا، كنمشيو نفطرو عند بعضياتنا، وربما أكثر شهر في السنة اللي كتقوى فيه العلاقات الأسرية، وخصوصا كيف ما كنعرفو المشاعر الإيجابية. ذكرى الريسوني أخصائية نفسية كلينيكية كنشتغل بالقطاع الخاص وفاعلة جمعوية. إذا كنتشكر جماعة طنجة واللجنة المنظمة، لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية اللي سهرت على التنظيم ديال هاد الندوة، وصراحة كنحيي فيهم هاد المبادرة أنهم تطرقون موضوع اللي كيهم الصحة النفسية، حيت كيف ما كنعرفوا الصحة النفسية كتدخل في جميع جوانب الحياة. إذا يعني ملي كنكونوا بصحة نفسية جيدة أكيد يعني كنقدروا نعطيو أحسن ما عندنا، سواء في البيت ديالنا أو في العمل ديالنا أو في الحياة الاجتماعية ديالنا بصفة عامة. إذا بالنسبة الموضوع اللي تطرقنا له هو العلاقة ديال شهر رمضان وعلاقته بالصحة النفسية، من بين النقاط اللي ترناها هو الأثر الإيجابية ديال الصيام وديال شهر رمضان ككل على الصحة النفسية. كذلك تطرقنا للجانب الروحاني والدور ديالو كذلك في الصحة النفسية وفي التطوير ديال مجموعة من المهارات النفسية. وشكرا. إذا الحمد لله كان واحد نوع ديال الإقبال والحضور من طرف الساكنة، وهذا الشيء إذا كيدل على شي حاجة على أن الناس يعني عندها واحد التشوق باش أنها تعرف معلومات على المواضيع النفسية بصفة عامة. الطلب السيكولوجي كان صراحة فاجأ الجمال، طلب السيكولوجي حاول التمزيج مع الدين، الجمع بين الدين وبين باش تعرف على ان المجتمع المغربي هو واحد الرابط اساسي اللي هو الاساس ديالو هو الدين، بما اننا تحت امارات المسلمين. كنشكروا المواكبه ديالكم وكنحيوك على الحضور تتبع ديال هذا البرنامج رمضان اللي ما جاش من فراغ، جا يعني بناء على واحد المجموعه ديال البرامج اللي سطرتها اللجنه تحت اشراف جماعه طنجه بقياده العمده مدير ليموني، اللي صراحه هذه البرامج هذه حاولنا انها نحركوا بها المياه الراكده في مدينه طنجه والجمود اللي عاشته مدينه طنجه هذه واحد 5 سنين ولا 6 سنين، لان صراحه كانت هناك واحد الركود على المستوى الثقافي والاجتماعي والرياضي. حاولنا اننا ان شاء الله تكون واحد النهضه حقيقيه من هذه القطاعات هذه، لان مدينه طنجه وموقع ديالها الجغرافي اللي هو موقع ثمين ومثمن، كذلك المشاريع الكبرى اللي عطات انطلاقه ديالها الرياضي الاول صاحب جلاله نصر الله واياده، واللي عرفت واحد الصحوه تنمويه كبيره وعرفت واحد مجموعه البناد واحد المرافق، وهذه المرافق كخص يكون عليها فيها انشطه تنمويه في المدينه، وهو هذاك هو الهاجس اللي عندنا حنايا، لان المنتخب شنو الدور ديالو؟ هو انه يلقى يعني يسمع الاذان ديال الساكنه وديال الناخبين ديال مدينه طنجه، باش يكون اولا تضافر الجهود بين المجتمع المدني وبين الناخبين وبين المؤسسات، باش يمكننا اننا نخدموا المدينه ديالنا الى الافضل ونرقوا باي عمل ديالها الى الافضل. كنتمنى ان هذا الشيء يكون كينسجم مع الصحوه اللي كتعرفها مدينه طنجه، وكنتمنى اننا في المستقبل نجبروا واحد مجموعه الايدي الممدوده باش يمكننا نعملوا يد في يد نبنيوا المستقبل بآليات جديده. باش يعدل السلوك ديالو خلال شهر رمضان، كنظن بان الشرع جا واحد الوصفه سحريه هي التخليه والتحليه، يعني في شهر شعبان انا نعمل عمليه التخليه يعني تنقيه النفس من الشوائب، باش في رمضان الحاليه ديك الله سبحانه وتعالى ومناسبه القران الكريم والاعمال الفاضله. بدل بزاف الحاجات، هذا الاحساس هو كل شيء. الا ما عندكش هذا الاحساس هذا في الاول، راه تقدر تجرب تعمل الوف في الحاجات عمرك لا قدرتي تعمل. ثانيا بحال اللي قلت قبيله، خصنا نعملوا حاجات اللي حنايا كيعجبونا ماشي اللي كيعجب الجار ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله، رمضان مبارك كريم. بعدا بالنسبه لهذه الندوه هذه ديال اليوم، فنظمتها لجنه الشؤون الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه ديال جامعه طنجه
جمعنا الاعضاء ديال اللجنه وعملنا واحد البلانينغ ديال رمضان. صراحه دانا واحد شويه ديال الوقت حيت بغيناه يكون في المستوى وقبل عليه العمده. وصراحه حنا فرحانين بهاد البلانينغ الرمضاني وكنتسناو بفارغ الصبر الندوات اخرى اللي ما جين وصافي هادشي اللي كاين. صراحة كان تفاعل وخا أنا متأكدة وعارفة بأن كانوا بزاف ديال الناس كانوا باغيين يسقسيو بزاف الحاجات، ولكن ملي كنهضروا على الجانب النفسي فبزاف الناس كيحشموا عندك نقول شي حاجة ماشي هذيك مع هذا الموضوع هذا ماشي معروف بزاف، فبزاف الناس ما كيزعموش أنهم يطرحوا بزاف ديال الأسئلة، ولكن الحمد لله كان واحد الإقبال جيد وأنا الصراحة جد فرحانة بهذه الندوة هذه. بيخليك الله يحفظك. إنماء المجتمع وتطويره والرقي به نحو سلالم المجد والازدهار والتقدم بما يحفظ الأمن والأمان والسلم والسلام والحب والاطمئنان الذي يجمعنا كذلك أسرة واحدة عائلة واحدة تحت سقف واحد. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.